السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا اخوان اخوات؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا ان شاء الله تعالى غادي يكون هو اول فيديو مخصص للتلاميذ ديال الجدع المشترك طرون كومان، وغادي نبداو لان عندهم فروض من مور العطلة ان شاء الله تعالى. دونك غادي نبداو اول درس اللي هو النوسيون اليمونتير داغيتميتيك. نوسيون اليمونتير داغيتميتيك، اول حاجة خصنا نعرفوها في هذا الدرس هذا هو اشنو هما لي نومبر اللي كاينين في لونسومبل ان، اولا اشنو هي لونسومبل ان اون جينيرال. دونك لونسومبل ان، لونسومبل ان هي لونسومبل دي زونتي ناتوريل، مجموعة الاعداد الصحيحة الطبيعية. لونسومبل دي زونتي ناتوريل اللي فيهاش فيها زيرو ان دو 3, 4, 5, 23, 102, etc. وزيد. اتفقنا؟ دونك هادو هما مجموعة ان كتكون من هاد الأعداد هادو، كيتسماو أعداد صحيحة طبيعية، دي زونتي ناتوغال. إلا قالك ان إطوال فيها نفس الأعداد، نفس العدد اللي كاين هنا باستثناء الصفر، دونك 1 2 3 4 5 اكسيتيرا، ما كاينش الصفر. هاد الاطوال هادي كتعنيهاش كاع الاعداد باستثناء الصفر. مزيان، دابا الى لاحظنا هاد الاعداد هادو، الى لاحظنا هاد الاعداد هادو اشنو غادي نلاحظو؟ ان لونسومبل ان، ملي كنقول ان ابارتيان ان، شنو كنقصدو بهادي؟ كنقصدو بلي ان ان عدد صحيح طبيعي. شنو كيعني؟ كيعني اعتذر، كيعني ان ان هاد ان هذا ممكن يكون اش، ممكن يكون بير او لا ممكن يكون امبير، ممكن يكون بير وممكن يكون امبير. بير اكزومبل يعني هاد الاعداد اللي كاين هنا كيتقسموا على جوج، لي نومبر بير اي لي نومبر امبير. اكزومبل ديال نومبر بير 2 4 10 104 اكسيتيرا. لي نومبر امبير هما لي نومبر اش، باغ اكزومبل 3 7 21 35 اكسيتيرا. هاد لي نومبر بير كيتكتبو سو فورم ديال، كيتكتبو سو فورم دو دو كان. Quelque cas appartient à n, est un antinaturel. Le nombre impair s'écrit sous forme de 2k plus 1. Ça fait. Donc, il y a sous forme de 2k, il y a sous forme de 2k plus 1. Ce qui est le cas, c'est ce qui est le cas, c'est ce qui est le cas. Question 1. Étudier la parité des nombres suivantes. Étudier la parité des nombres suivantes. Odros zaoujiyat les adet talia. Yani h. Yani qui est le nom de h. T'goul li wesh had le nombre li gadi atik. واش دي النومبر بير ولا دي النومبر امبير جيستيفي لا ريبونس ديالك، ماشي غير تشوف العدد تقول ليها بير امبير بير امبير، لا لا جيستيفيكاسيون هنا راه مهمه. دونك اول اكزومبل غادي نبداو به ا ايتيغال دوزين بلوس 6. هنا ان ايتانونتي ناتوريل، عدد صحيح طبيعي ما كتعملناش القيمة ديالو. دوزين بلوس 6 اشنو هو السؤال اللي خصني نطرحو على راسي؟ اشنو هو السؤال؟ دابا ملي كيقول لك ايتودي لا باغيتي يعني اش؟ يعني واش هاد العدد اللي كنعطيك هنا واش هو ممكن يتكتب سو فورم ديال 2 كا ولا سو فورم ديال 2 كا بلوس 1؟ يعني واش ممكن نكتبوه بهاد الشكل هذا باش نقولوا عليه تان نومبر بير، او لا ممكن نكتبوه بهاد الشكل هذا باش نقولوا عليه تان نومبر امبير.
مزيان، يعني شنو السؤال اللي غادي نسول؟ هل يمكن التعميل باثنان؟ واش ممكن نعمل بجوج؟ الى الدماغ ديالي قال لي نعم، اون بو فاكتوريزي بار دو. الى الدماغ ديالي قال لي نعم، دونك شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نفاكتوريزي. دونك اون ا ايتيغال 2 بلس 6. اون بو فاكتوريزي بار دو، علاش؟ لان كاين هنا دي نومبر بير، اعداد زوجيه. اشنا هي جوج ان؟ هي جوج مضروب فاش؟ في ان. سته شنا هي؟ سته هي دو فوا فوا 3. دونك اون بو فاكتوريزي بار دو، نقدر نعملو بجوج. جوج لي ياج عامل ان زائد تلاته، اللي ممكن نكتبوها سو فورم ديال دو فوا ان نومبر. هاد الكتبه هادي كتعني اش؟ كتعني جوج في عدد، جوج في واحد العدد. غنديرو ليه هنا افيك كا. شكون هو كا؟ هو ان زائد تلاته ابارتيان ان. ايوا شنو هو دابا الجواب؟ هاد ا هذا، هاد النوم هذا، واش بير ولا امبير؟ غادي نشوفو الكتابه ديالو. تكتب سو فورم ديال دو فوا كا. دو فوا كا يعني ايت ان نومبر بير، دونك ا اي بير. ناخذ مثال اخر. بي تيغال 7n plus 5. 7n plus 5 مزيان. دابا السؤال الثاني اللي غادي نطرح، هل يمكن التعميل باثنان؟ واش ممكن نعمل بجوج؟ جاوبني دابا انت، اولا جاوبيني انت، واش ممكن نعمل بجوج؟ لا. علاش؟ وبلا ما تقول لي راه سبعه غادي نكتبوها سو فورم ديال 2 فوا 3 بلس 1. لا 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 لا، واش هاد سبعه ممكن نكتبوها على شكل جوج في عدد؟ بحال هنا، بحال جوج، هي جوج في واحد، سته هي جوج في ثلاثه، واش سبعه ممكن نكتبوها على شكل جوج في عدد؟ لا. دونك لا يمكن. الا كان لا يمكن، هنا ضروري كنديرو ديجونكسيون دي كا، كنديرو فصل الحالات. يعني اش؟ يعني غادي نقول لي سي ان ايتيغال دو كا، ونعوض ونقول لي سي ان ايتيغال دو كا بلس 1، ونعوض ونشوفو الطريقه ديال الجواب كيفاش غنديرو ليها. الحاله الاولى سي ان ايتيغال دو كا، قلنا هاد ا هذا شحال، هاد بي هادي شحال كتساوي، هاد العدد هذا شحال كيساوي؟ 7n بلس 5 هما اللي عطاو لينا. اشنو غنديرو؟ غادي نعوضو، غادي نرومبلاسيو ان، غادي نرومبلاسيو ان باش بدوكا، غادي نرومبلاسيو ان بدوكا. دونك هي 7 فوا 2k بلس 5. لاحظ معايا، حيدت ان هنا وعوضتها باش عوضتها بدوكا، ثم غادي نحسب. واخا ممكن هنا نعملو ديريك، ولكن نحسبو سبعة في جوج 14k مزيان. دابا هنا يمكن لي نعمل بجوج، علاش؟ لأن هاد 14 هي شحال؟ 14 راه هي درناها هنا نورمالمون، خصنا نحتفظو بهادي، غير أنا كنفضل أننا ديما نحسبو عاد ديك الساعة نشوفو شنو نديرو. دونك هنا جوج شحال هي 14؟ جوج في 7k، هاد كا غادي نلصقها فيهم، شحال هي؟ 5. 5 هي تا نومبر، 5 هي تا نومبر امبير. دونك هي 2 فوا 2 4 بلس 1. هاد جوج دابا ممكن نعملهم بجوج، لاحظ معايا شحال تعطينا؟ 2 فاكتور
7K, aïwa, plus 2, très bien, plus 1. L'IA, aïe 2, had shihada, l'imktub hina. نسميه أسيدي واحد كاب بريم بمعنى فيه كا نسميه كاب بريم بلس 1 نجي لهنا نقول لي افيك كاب بريم هي اش شنو اللي سميتو كاب بريم شنو اللي سميتو كاب بريم هاد 7 كا زائد 2 ابارتيان ا ان شنو بينت دابا دونك هاد لو نومبر بي Pair ou l'impair fait 2k plus 1, soit prime qui est le même juge, je suis à Zahid Wahid. Je te chante les Wahid, non. Donc il est un nom impair, il est un nombre impair. Ou je salit, mazal. D'abord, Allah, d'abord, il y a le guide, il y a un adad, adad, adad. Ache non, impair. Nous d'abord, là, non. Nous d'abord, on voit n 2k plus 1. Si. Deuxième cas, si n est égal 2k plus 1, on a b est égal 7n plus 5. Je vais d'abord je vais nous rendre n هذه هذه n هذه باش غادي نعوضها غنعوضها بهذه المره ماشي بجوج ك وانما جوج ك زائد 1 ضروري كدوز من هذه المرحلتين دونك تعطينا اش 7 fois 2k plus 1 plus 5 il a fait le k ara mchi tkhla hna intibah il a fait le k ara mchi tkhla علاش لان خاصك لي بارونتيز ضروري حيت 7 مضروبه في هذا العدد هذا وهذا العدد هذا هو 2 ك زائد 1 دونك 7 مضروبه فيه كامل دونك ضروري من الاقوات ثم غادي نشر 7 في 2 14 ك 7 في 1 7 زائد 5 دونك غتعطينا 14 ك بلس 7 بلس 5 هي 12 اون بو فاكتوريزي بار 2 شحال هي 14 هي 2 في 7 ك وشحال هي 12 هي 2 6 دونك نعملو هنا بجوج شنو غتعطينا غتعطينا 7 ك بلس 6 اللي ممكن نديرو فيها 2 وهاد 7 ك بلس 6 نسميوها ك بريم صافي 7 ك بلس 6 نسميوها ك بريم نكتبوها عليها تحت هنا الا بغيتو سينو نخليوها غير هكا افيك بحيث او مع ك بريم يساوي 7 ك بلس 6 appartient à n. صحيح طبيعي. دابا شنو بينت؟ دونك هاد لو نوبغ هذا ب اي بير مزيان في الاول في الاول ملي عوضت بدوكا خرج ليا 10 باقيين في نفس الحاله نفس 80 خرج ليا ان بير دابا شنو خرج ليا؟ خرج ليا بير شنو غادي نقول ليه دابا في الريزولتا فينال؟ دو Si n est pair, b est impair. Il a qu'un n zaouji aïa, mais si, il a qu'un n pair, il a qu'un pair, il a qu'un b impair. Si n est impair, c'est-à-dire le résultat final, b est pair. ملي عوضنا هنا بعدد اللي هو فرضي ان نومغ امبير خرج لينا بلي ان بي تان نومغ بير دونك هادي هي الريزولتا فينال دونك هادي هي النتيجة النهائية وبهاد الطريقة هادي باش كندرسو لاباغيتي ديال لي نومغ اللي ميمكنش لينا نحددو لاباغيتي ديالهم بطريقة مباشرة دونك ضروري كنديرو ديجونكسيون ديكا ولكن ماشي في جميع الحالات غير في بعض الحالات المهم الحالات راه نتوما تعرفوهم انطلاقا من التمارين اللي كتخدموهم ندوز لدابا المثال رقم 3 ا ايتيغال
4n carré plus 6n plus 10. بغينا نشوفوا لا باريتي ديال هاد النوم. السؤال اللي كنطرحوه ديما، هل يمكن، كنقصدوا هذا، اما 10 ماشي ممكن، ماشي مشكل، هل يمكن التعميل ب 2 هنا؟ واش ممكن نعمل بجوج؟ فكروا مزيان. واش ممكن نعمل بجوج؟ اعتذر. نعم، الا ممكن نعمل بجوج الله يسخر مزيان. عمل، قلنا ا ايتيغال 4 ان كاري بلس 6 ان بلس 10 ايتيغال، اشنا هي 4؟ هي 2 فوا 2 ان كاري بلس، اشنا هي 6؟ هي 2 فوا 3 ان، اشنا هي 10؟ هي 2 فوا 5. On factorise par 2, on a 2 facteurs. 2 n carré plus 3n plus 5. Il y a 2 k. Avec k est égal, je connais k, l'expression Adam. 2 n carré plus 3n plus 5 appartient à n. شنو بينا هنا؟ دونك هاد لو نومبر هذا ا هي تان نومبر اي بير، دونك ا اي بير مزيان. علاش؟ لان تكتب لينا بالشكل ديال 2 كا بلس 1، عفوا 2 كا، اش تشرح لنا هذاك بلس 1 هنا؟ الا كانت بلس 1 كيكون ان بير، الا ما كانش كيكون بير. ندوزو لحاله اخرى، اكزومبل 4، ا ايتيغال 2n كاري بلس 3n بلس 5 ولا بلس 6. هنا نفس السؤال المطروح، واش هادو ممكن نكتبوهم على شكل جوج عامل شي حاجه، جوج نضرب شي حاجه، يعني واش ممكن نعمل هنا بجوج؟ غتقول لي لا. علاش؟ لان ثلاثه هنا فرضي تان نوم غان بير، ما يمكنش لينا نكتبو سو فورم ديال دو فوا نوم. دونك هنا شنو غادي ندير؟ قلنا الا ما يمكنش ليا نعمل غندير دو كا اي دو كا بلس 1. هنا رد معايا البال، دونك سي، دونك ناخذ العدد ديالنا ا ايتيغال 2n كاري بلس 3n بلس 6. سي ان ايتيغال 2k، قلنا نركز معايا لا تغلط، ا كيساوي دابا غادي نعوضو بجوج كا، دونك بلاصة ان غنديرو 2k، غنحيدو ان غنديرو بلاصتو 2k، الشيء الاخر هو كيما هو. هنا الاسبقية ماشي للضرب، الاسبقية للبويسونس، يعني هذا خصو يتحسب. شنو يعطيني؟ غيعطيني 2 كاري فوا كا كاري، الاس غير تفرق عليهم بجوج اللي هي شحال؟ اللي هي 4 كا كاري. هذا دونك غتعطينا اش؟ 2. هذا قلنا غيعطينا 4 كا كاري، هنا 2 فوا 3 فوا 2 هي 6 كا بلس 6، 2 فوا 4 هي 8 كا كاري بلس 6 كا بلس 6. اون فاكتوريز باغ 2، غنعمل بجوج، هنا غنعمل بسرعة بلا تفكيك،
8 مقسوم على 2 4 ك اس 2 6 مقسوم على 2 3 ك 6 مقسوم على 2 3 دونك عطانا ياش عطانا 2 ك بريم شكون هو ك بريم هاد ليكسبريسيون كاملو سمينا ك بريم دونك A il perd dans cette situation. Donc A il perd dans ce cas. D'abord, on va prendre la situation deuxième. Si n est égal 2k plus 1, c'est la même chose, on a A est égal 2 هاد 2 هادي راه ديال العمليه الا كان 5 دير 5 كان 6 دير 6 دونك هنا هاد هاد ان هادي باش غنعوضوها هاد المره هاد المره غنعوضوها ب 2 ك بلس 1 كامله اش بغيت تعطينا هنا من الاخطاء اللي غادي توقعوا فيهم انك دير 4 ك اس 2 زائد 1 هذه راه متطابقه هامه صافي كتكتب على شكل ا زائد بي اس 2 اللي كنعرفوها هياش هي ا كاري بلس 2 ا بي بلس بي كاري دونك متطابقه هامه ندير تساوي هنا متطابقه هامه شنو غتعطيني غتعطيني 2 ك اس 2 زائد جوج ديال المتطابقة في جوج ك في واحد زائد واحد أس 2 دابا هادي ثلاثة في جوج ستة ك ثلاثة في واحد هي ثلاثة زائد ستة دونك هاد المتطابقة هادي ها هي هذا راه زائد غادي نمشيو نحسبهم دو هنا غتعطيني جوج ك اس 2 هي 4 ك كاري حسب راه كيبقى ديالكم نتوما 2 فوا 2 فوا 1 غتعطينا 4 ك بلس 1 اس 2 هي 1 زائد 6 ك زائد 3 زائد 6 شحال 9 غنشر وغنجمع كلشي نبسط العمليه جوج في 4 8 ك اس 2 جوج في 4 دونك 8 ك 2 fois 1, il y a 2, plus 6k plus 9. Ratatina 8k carré, 8 zaid 7, donc 8 plus 6, 14k. 2 plus 9, ratatina 11. D'abord, radin, haoulen, m le hab juge. Je vais t'atina. Donc 2, facteur, 8 en ksoum, le juge. 4k carré. 14 sur 2, غتعطينا 7 ك 11 sur 2, غتعطينا 5 5 في جوج هي 10 وانا عندي 11 غير شاط لينا واحد مزيان دونك ايتيغال 2 ها هي 2 ك بريم بلس 1 شكون هو ك بريم هو هذا التعبير اللي كاين عندي هنا شنو غادي ندير دونك فهاد لوكا هادي ا بيغ ولا امبير ا اي امبير علاش لان مكتوب على شكل جوج مضروبه في عدد زائد واحد مزيان اشنو هي النتيجه النهائيه دابا ريزولتا فينال دو بما ان عندي دو باريتي ديفيرونت دونك هنا ضروري غندير سي ان اي بير شنو عطاتنا ا اي بير سي ان اي امبير عطاتنا ا اي امبير دونك هذه هي النتيجه النهائيه النتيجه النهائيه مثال اخر Donc exemple 5
A est égal ou la B est égal ou la C est égal. A est égal n carré plus 5n plus 6. هنا هذه كتخدم بطريقه اللي هي ابسط كتخدم ممكن نخدموها بدوكا دوكا بلس 1 لان ما يمكنش ليا نعمل مزيان ممكن نخدموها بدوكا دوكا بلس 1 غير هو كاينه فيها فكره افضل ولكن امتى ما يكونش هنا شي عدد ويكون هذا ان نومبر امبير عدد فرضي يكون هذا عدد فرضي الطريقه اللي غادي نخدموا بها هي كالتالي قلنا ا ايتيغال ان كاري بلس هاد 5n غادي نفككها ولكن ماشي نفككها عشوائيا لا غادي نحيد منها n ونخلي منها 4n غنحيد منهاش n ها هي ونخلي منها 4n ايتيغال هنا هاد الجوج دابا هاد الجوج غادي نعملو فيهم بان غنعملو هنا بان غتعطيني ان فاكتور ان بلس 1 حاول تفهمها بالنسبه لهاد الجوج اللي هنا غادي نحاول نعمل بجوج صافي مزيان نحاول نعمل بجوج غتعطيني دو فاكتور هنا 4 مقسوم على جوج هي جوج ان 6 مقسوم على جوج هي 3 دابا هادو ها هما وبالنسبه لهاد الجوج اللي ما ملونينش ها هما مزيان هنا شنو عندي هذا عقل عليه مزيان دو نوم سكسيسيف اتفقنا جداء عددين متتابعين جداء عددين متتابعين بحال قلنا 3 في 4 شحال 12 عطاتنا ان نومبر بير بحال قلنا 5 في 6 30 عطاتنا ان نومبر بير ديما العدد مضروب في العدد اللي تابعه كيعطيني ديما عدد زوجي كيعطيني ان نومبر بير دونك ان زائد 1 هو العدد اللي تابع ان دونك هاد الشيء كامل هاد العدد كامل هو نومبر بير مزيان وهذا ها هو عندي عدد نضرب في جوج يعني تا نومبر بير وانا كنعرف بلي ان لا سوم دو دو نومبر بير اي تا نومبر بير دونك ايتيغال دو كا علاش دو كا لان عندي هنا زوجي وعندي زوجي مجموع عددين زوجيين هو عدد زوجي بحال 2 زائد 4 كتعطينا 6 بحال 10 زائد 12 كتعطينا 22 مجموع عددين لا سوم دو نومبر بير اي تان نومبر بير دونك غنقولي دونك ا اي بير بهذه الطريقه هذه صافي الاخوان نتمنى انكم تكونوا فاهمين وضبطين مزيان هذا الخير هذا وندوزو للمثال المثال الاخير ندوزو للمثال الاخير وان شاء الله تعالى وفي الحصه المقبله وفي الفيديو الاخر غنديروا السؤال رقم 2 اللي غادي نجاوبوا عليه ونناقشوا اكزامبل 6 قال لك دابا اي تيغال 2 على بويسونس 1 بلس 3 اعتذر بلس 4 ان بلس 10 ولا 12 ولا المهم ارقام ما كيهموناش قد ما كتعملنا الطريقه ديال الاشتغال قد ما كتعملنا طريقه الاشتغال بغا دابا لا باغيتي ديال هاد النوم غادا حنا اللي كيهمنا واش ممكن نكتبو نحول هاد العدد نكتبوه على شكل جوج ونضربها بشي حاجه يعني واش ممكن اننا نعملو بجوج هنا خصنا نحضروا واحد القضيه ان ا على بويسونس ان بلس ام ايتيغال ا على بويسونس ان فوا ا على بويسونس ام هادي راه كتغفلوا عليها بزاف مزيان قلنا نبداو على بركة الله قلنا A est égal 2 à la puissance n plus 3 plus 4n plus 10 هذا عرفنا كيفاش نخدموه ولكن هذا مازال ما عرفنا كيفاش نخدموه ملي كتكون عندك شي حاجه فيها الاس ومطالب انك تخدم بها افضل حاجه هي انك ديكومبوزي ذاك البويسونس هاد الاس هذا تحاول ما امكن انك دير ليه التفكيك اتفقنا حاول ما امكن انك دير ليه التفكيك انطلاقا من هذه العلاقه هذه دونك 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance n
استعمال الخاصية بلس 4n بلس 10 ثم هنا غادي نحسب هاد 2 على بويسونس 3 هي جوج في جوج في جوج بتعطينا 8 فوا 2 على بويسونس n فوا 4n بلس 10 عندك تمشي تبقى تجمع هادشي هذا ما كيتجمعش اللي كاين من هو نكتب هاد لي نوب غادو سو فورم ديال 2 فوا ان نوب 8 هي 2 فوا 4 4 هي 2 فوا 2n 10 اللي هي 2 فوا 5 دونك اون فاكتوريز بار 2 غيبقى لي هنا اش اللي بقى لك شوف حيد داك جوج باش عملتي اللي بقى لك كتبو بلا ما تحسبو 2n بلس 5 ايتيغال 2k شكون هو كا هو هاد ليكسبريسيون هذا شنو غادي نقول ليه دونك هاد لو نوب غادا يبير دونك هاد لو نوب غادا يبير فوالا دونك هادو هما لي زيكزومبل لي عندنا وانتم الى جاب الله عندكم مثلا شي سؤال ولا شي حاجه تعطاتكم في دوفوار ميزون ولا في لا سيري ما عرفتوش كيفاش درسوا لا باريتي ديالها فقط حطها ليها في الكومونتير وان شاء الله تعالى نتواصلوا غير واحد القضيه الاخوان ملي كيكون عندي سون دو دو نومبر بير يعني ملي كيكون عندي بير بلس بير اش يكون عندي زوجي زائد زوجي خذ غير مثال بسيط جوج زائد ربعة ستة دونك عطاتنا يتا نومبر بير غادي سهل انك تضبطهم وتعقل عليهم راه كاين لي ديمونستراسيون ديالهم كيفاش كنبينوهم تا الحصة المقبلة ونخدموهم ان شاء الله تعالى الا كان عندي بير بلس ان بير شنو يعطينا بير بلس ان بير مثلا بحال واحد زائد ربعة عطاتنا خمسة دونك عطاتنا نومبر ان بير بغيتي ديمونطري الله يرضي عليك الا قال لك البروف ديمونطري غتعوض هذا بدوكا وغتعوض هذا بدوكا بريم بلس ان وإلا جمعناهم شحال تعطينا 2k بلس 2k بريم بلس 1 غتنعملو هنا بجوج عندك لا دير جوج زائد جوج ربعة حيت k هنا k بريم مختلفين k زائد k بريم زائد واحد تكتب على شكل جوج مضروب في عدد زائد واحد يعني اش يعني تا نومبغ امبيغ تا نومبغ امبيغ وقيس على ذلك قيس على ذلك مثلا نومبر بير فوا ان نومبر بير اش بيعطينا بحال مثلا جوج في ربعة تمنية دونك غيعطينا يتا نومبر بير بغيتي ديمونطري طلب منك ديمونطري هاد الشيء هذا هنا نومبر بير غتختار دوكا هنا نومبر بير واحد اخر غدير دوكا بريم حيت مختلفين دابا الا درنا لهم الضرب اش بيتعطينا جوج في جوج غتعطينا ربعة كاكا بريم اللي هي جوج جوج كاكا بريم دونك ايتا نوم بير هادي لا بيتي ديمونطريها ثم ان نومبر بير فوا ان نومبر ان بير بحال ثلاثة في جوج عطاتنا اش عطاتنا ستة يعني تا هو غيعطيني ان نومبر بير بغيتي ديمونستراسيون غادي دير هنا دو كا وهنا بير اش كنديرو فيها دو كا بريم بلس ان ودير ليهم الضرب غتعطيك سينو ندير لهم كا ونعزلو هاد كا فاكتور دو كا بريم بلس ان دونك عطاتنا ان نومبر بير وهكذا صافي دونك هاد لي زوبيراسيون هادو حيت ممكن بعض المرات يقول لك مونتخي كو لا سوم دو دو نومبر بير اي تا نومبر بير مونتخي كو لا سوم دو دو نومبر ان بير اي تا نومبر بير فهمتي كيعطيك هاد السؤال مكتوب هكا وخصك انت تبين باش نبينو بالارقام لا غادي نبينو بدو كا دو كا بريم بلس ان 2k 2k بريم بلس 1 2k 2k بريم ونخدمو سوا الضرب ولا على حساب لا صوم ولا على حساب لا ديفيرونس ولا على حساب شنو قال لك البروف دونك نتمنى ان هاد الفقره هادي الاولى ديال لا باريتي ديال لي نومبر تكون يعني تكون واخدين منها الاستفاده يعني اللي غادي تخليكم انكم تدوزوا داك الفرض باريحيه
وتجاوبوا على هذا السؤال ديال ايتيدي لا باريتي ديال النومبر ولا اي كيسيون مرتبطه بلا باريتي ديال لي نومبر. في الفيديو المقبل ان شاء الله تعالى غادي ندير لي ملتيبل دان نومبر لي ديفيزور دان نومبر، غادي نشوفوا شنو هما لي كيسيون اللي كيكونوا مرتبطين بهاد لا باريتي هادي من الكور. ثم في الفيديو اخر غادي نديروا لا بريماليتي، وهكذا ان شاء الله تعالى تنساليو هذا الدرس هذا. شكرا لكم، الى لقاء اخر.